السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الدكتور ياسين سعيد نعمان: المشترك رافعة أساس من أجل إعادة صياغة الدولة. في ذكرى استشهاد الرئيس الحمدي: اليمنيون يجددون الوفاء لمشروع الدولة المدنية. اغتيال مسؤول التحقيق في حادثة اقتحام السفارة الأمريكية بصنعاء برصاص مجهولين. هناك مشكلة بنيوية يجب معالجتها، وتطور هذا الخطاب للأسف لينتج وضع جديد وهو خطير على الحوار. أخطر ما فيه أنه يتحدث أنه لا حوار حول الثوابت. ما الذي يحدد هذه الثوابت؟ وسيأتي من يحدد ثوابت سياسية وأيديولوجية يقمع بها فكرة الحوار الحر. ولذلك نحن لسنا مع هذا الاتجاه، لسنا مع حديث عن ثوابت لا يشمل الحوار. الحوار مفتوح سياسيا وايديولوجيا ومعرفيا لكل الاراء المطروحه اليوم على صعيد الحياه السياسيه. الى ذلك وجه الدكتور ياسين سعيد نعمان جمله رسائل من شانها اناره الطريق امام تحقيق تطلعات الشعب اليمني في قيام دوله مدنيه حديثه قائمه على الشراكه الوطنيه وسياده القانون. يتحمل الاصلاح، تجمع الاصلاح، مسؤولية كبيرة في المساهمة في إنتاج حياة سياسية متوازنة تستعيد منها الأحزاب، تستعيد فيها الأحزاب التي جرى تهميشها وضربها في مرحلة معينة عافيتها ومكانتها في الحياة السياسية، وتقع عليه مسؤولية كبيرة في إصلاح هذا الوضع إذا أراد للحياة السياسية أن تستقيم على قواعد قوية تسمح بمواصلة المشوار على طريق الديمقراطية. أما الحوثيون فقد آن الأوان أن يكونوا أكثر وضوحا في المشروع السياسي الذي أصبحوا جزءا منه بانخراطهم في الحوار، وبوضعهم الحالي يتحملونهم أيضا جزءا من المسؤولية في إصلاح الحياة السياسية. ومن الخطأ أن يقبلوا تأسيس مشروعهم على قاعدة القطيعة عن النسيج الوطني من منطلقات عرقية يستسلم بموجبها لما يريد خصومهم أن يكونوا عليه. المؤتمر الشعبي هو نقطة ضعف العملية السياسية، فالقوى المقاومة للتغيير هي التي لا زالت تهيمن عليه، وتخليص المؤتمر من هيمنة هذه القوى سيمكنه أن يلعب دوراً أساسياً وفاعلاً في العملية السياسية الديمقراطية. ونقطة البداية هنا هو أن على الرئيس السابق أن يقبل بحقيقة أنه قد غادر السلطة بالمفهوم الذي جسدته السلطة أثناء حكمه، وبالمفهوم الذي تضمنته المبادرة والآلية التنفيذية وكافة مرجعيات نقل السلطة. ونحن هنا لا نتفق مع ما جاء على لسان السفير الأمريكي الذي قال إن المبادرة لم تتضمن إلزام صالح بالتخلي عن العمل السياسي. هذا غير صحيح بالمرة، فنقل السلطة تم إلى نائبه كرئيس للدولة وكرئيس للمؤتمر. إلى ذلك أكد عدد من السياسيين على أهمية تماسك اللقاء المشترك في المرحلة المقبلة حتى بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون. الحزب الاشتراكي اليمني له حضور تاريخي في الحياة السياسية اليمنية، ولعب دورا مهما في كل الأحداث التاريخية التي مرت بها اليمن، وبالذات مشاركة الأحزاب والفصائل التي تكون منها في تفجير ثورة 26 سبتمبر. اليوم هناك مهام جديدة قائمة أمام هذا التكتل السياسي،
وهي استكمال نقل السلطة وإحداث عملية التغيير، وأيضا البدء ببناء الدولة ومواجهة المشكلات الساخنة في البلاد فيما يتعلق في الجنوب، فيما يتعلق في صعدة. هذه كلها قضايا بحاجة تستدعي تكاتف كل القوى، قوى الثورة، قوى التغيير، القوى المؤمنة بالتغيير، للعمل معا للتسريع بإنجاز هذه المهام. الحزب الاشتراكي اليمني في عمره 34 هو تكون عدة فصائل، حتى هذه الفصائل كانت متناحرة فيما بينها، فولادته هي قريبة إلى ولادة اللقاء المشترك. اللقاء المشترك تكون من قوى سياسية كانت متناحرة، وكان هذا حلم من أحلام قيادتنا ومؤسس حزبنا عبد الفتاح إسماعيل والقيادات الأخرى. ولذلك بالوضع الصعب للحزب الاشتراكي اليمني والوضع الاستثنائي الذي يعيشه من حرب 94، مع ذلك يتطلب من الحزب أن يظل في الصفوف الأولى، يتحمل المسؤولية إلى جانب أخوانه في اللقاء المشترك وكل القوى السياسية في النضال السلمي. هذه الفعالية تدشين لفعاليات أخرى بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر وتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني. ما في شك أن الحزب الاشتراكي اليمني يطلع بمهام كبيرة في إرساء قواعد العمل السياسي والديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة مع شركائه في المشترك، وفي مقدمتهم الحزب العظيم، الحزب التجمع اليمني للإصلاح. من هنا نقول أن على كافة القوى الوطنية وفي مقدمتهم الحزب الاشتراكي اليمني وشركائه في المشترك أن يتقدموا في صفوف النضال من أجل إرساء دولة مدنية حديثة، دولة النظام والقانون. المناسبة ذكرى تأسيس الحزب الذي لن ولن ينساه ولن يتمكن أحد من نسيانه، نتيجة لنضالاته الطويلة وما قدمه من حقوق ومكتسبات لكل فئات الشعب. بمناسبة الذكرى 35 لاستشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي، انطلقت صباح اليوم بصنعاء مسيرة حاشدة من جولة النصر إلى مقبرة الشهداء الكائنة في باب اليمن، حيث قام المشاركون في المسيرة بقراءة الفاتحة ووضع إكليل ورد على ضريح الشهيدين إبراهيم الحمدي وعبد الله الحمدي. وتعهدت المسيرة، وتعد المسيرة هي الأولى من نوعها التي تنظم التي تنظم لإحياء ذكرى استشهاد إبراهيم الحمدي بعد 35 عاما على اغتياله. ودعا المشاركون في المسيرة لفتح ملف اغتيال الحمدي ورفاقه من الشهداء والكشف عن الأيادي الآثمة التي تورطت في قتل حلم اليمنيين وجلبها إلى ساحة العدالة. هذا اليوم العظيم الذي هو أول يوم يسمح فيه لزيارة قبر الشهيد إبراهيم الحمدي، يعني هذا أن إبراهيم لا يزال حي في قلوب الناس وفي قلوب المواطنين، وأكثر هؤلاء الوجوه الطيبة كانت يعني ولدت قبل يعني بعد موته 35 سنة، ما فيش واحد من عمره 35 سنة في الوجوه اللي بنشوفها. فمعنى أنه ما قامت به الطقمة الحاكمة لقتل يعني منجزاته وقتل شخصيته وقتل يعني نفسه باعت بالفشل. شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية ما كانوا ليخرجوا إلى تلك الساحات ليطالبوا ببناء الدولة اليمنية الحديثة لولا اغتيال إبراهيم محمد الحمدي في 77، لأنه كان رائدا في هذا المجال وكان قد بدأ يؤسس لبناء هذه الدولة اليمنية الحديثة. نقول للشباب بأن ما لم يستطع إبراهيم الحمدي أن يحققه بسبب اغتياله، عليكم أن تصمدوا وأن تثبتوا في الساحات وأن تواصلوا نضالكم لكي تحققوا الدولة المدنية اليمنية الحديثة لكم وللأجيال القادمة. في هذا اليوم نحن نخرج لنقول بأن المشروع الحضار اليمني الذي أسسه الشهيد إبراهيم هو ذاته المشروع الذي خرج من أجله شباب الثورة في 11 فبراير، وهم حتى هذه اللحظة يناضلون في الساحة الوطنية لكي يتحقق هذا الحلم العظيم الذي أسسه الشهيد إبراهيم الحمدي.
إلى ذلك دعت المسيرة إلى الكشف عن المخفيين قسريا من القيادات المقربة من الرئيس الحمدي كالرائد علي قناف زهرة وعبد الله شمسي وسلطان أمين القرشي وعبد العزيز عون وغيرهم. وطالب المشاركون في المسيرة بإسقاط الحصانة الممنوحة للمخلوع ورموز نظامه حتى يتسنى للشعب محاكمته على سلسلة الجرائم التي ارتكبها منذ اغتصابه للسلطة وحتى الآن. المشاركون أعلنوا كذلك عن تدشين حملة شعبية للمطالبة بمحاكمة قتلة الحمدي والكشف عن المخفيين قسرا. جميع ألا يضع بالا للحصانة لأن القاتل سيقتل ولو بعد حين. هذه المسألة يجب أن تظل في أذهان الناس بأن الحصانة لا يمكن أن تحول دون انتقام هذا الشعب من قتل أبنائه وقتل قياداته وأبطاله. احنا جينا اليوم يعني كلنا يعني ملانا أمل ضريح الشهداء ان احنا نكشف أسرى المخفيين قسريا. نفذ أبناء مدينة تعز مسيرة حاشدة في ذكرى استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي. وطالب المشاركون في المسيرة بمحاكمة كافة المتورطين في جرائم الاغتيالات التي استهدفت عددا من القيادات الوطنية في مختلف مراحل العمل الوطني. كما طالبوا بسرعة محاكمة قتلة شباب الثورة ثورة 11 من فبراير واستكمال تحقيق أهدافها واسترداد أموال الشعب اليمني المنهوبة. كما أقيمت بمقر الحزب الوحدوي الناصري بتعز ندوة بعنوان اغتيال الحمدي اغتيال وطن إحياء لذكرى 35 لاغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. مباشر أن يكون الدعم والتخطيط من قبلها وتكون الأيدي الآتمة محليا. وهذه الأخيرة تجسدت في الحادثة بالنسبة لمقتل الشهيد الحمدي وعبد الله الحمدي. تقضي على الرؤوس وتقضي على النخب النشطة وبالتالي كان يسهل عليها القضاء على أي مشروع حداثوي نهضوي يجري في الواقع. عبد الله الحمدي كان السبب ليس شخصيته الكاريزمية كقائد، كان في الأساس في فترة الإرياني بدأت تتحرك أن الحمدي رحمة الله عليه أن المشروع مشروع دولة وطنية كاملة السيادة مشروع نهضوي. إذن هذا الرجل كان معلما واضحا كقائد لعملية تنموية لوطن حر مستقل، وطن يعم فيه الرخاء. إحياء لذكرى 35 لاغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي شهدت مدينة إب حفلا فنيا وخطابيا بالمناسبة بقاعة المركز الثقافي. وفي الحفل أشاد الأستاذ خالد هاشم أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري بمناقب الشهيد الحمدي وتطلعاته إلى بناء الدولة المدنية والنهضة التنموية التي شهدتها البلاد في فترة حكمه القصيرة. من جانبه أكد الأستاذ فخري قايد الرباحي رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني الإصلاح في كلمته عن أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة مواصلة النضال الوطني لتحقيق حلم بناء الدولة المدنية الحديثة التي ضحى لأجلها الشهيد الحمدي ورفاقه الأحرار وشباب الثورة في مختلف ميادين الحرية عبر مرحلة النضال الوطني من ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم. نحن اليوم نشهد شعبنا العظيم قد خرج بثوره عالمه طلبا لتحقيق ذلك المشروع وتلك الاهداف التي كانت تخطو بثبات وابتداء على يد الشهيد الحمدي. وان اليد التي اقتالت الشهيد الحمدي هي ذاتها التي اقتالت الشهيد جار الله عمر رحمه الله.
وحفظت أرواح شباب الثورة الطاهرة، إنها يد المشاريع الصغيرة العائلية التي صادرت الوطن لصالحها منذ مئات السنين. استقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء الركن علي محسن صالح مساء اليوم البعثة العسكرية الأردنية المساعدة في هيكلة قوات الجيش والأمن برئاسة اللواء الركن محمد سليمان فرغل. وخلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني بصنعاء أشار اللواء علي محسن إلى أهمية أن ترتكز عملية الهيكلة على أسس وطنية بعيدة عن الولاءات الجهوية والشخصية بكل جوانبها، وأن تعتمد على نظام دقيق ماليا وإداريا، مشددا على أهمية تحديث تقنية النظام في الجيش وجعلها أكثر حداثة ومواكبة للعصر والاهتمام بتوزيع المهام بحسب المهنية والكفاءة. نقلت وكالة فرانس بريس ووكالات أنباء أجنبية أخرى عن مصادر أمنية ودبلوماسية يمنية قولها إن مسؤول التحقيقات في قضية محاولة اقتحام السفارة الأمريكية قاسم عقلان قتل اليوم برصاص مجهول في العاصمة صنعاء. وأوضح المصدر الأمني للوكالة أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلق النار على سيارة كان يستقلها قاسم عقلان في شارع 60 غرب صنعاء. وأكد دبلوماسي أمريكي لوكالة فرانس بريس أن الحادثة معذرة مشيرا إلى أن الحادثة إلى أن عقلان هو مسؤول تنسيق التحقيقات الجارية بين الجانبين اليمني والأمريكي. شيع اليوم جثمان الشهيد أو شهيد الواجب العريف هلال عبد محسن سعيد الذهبي إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالعاصمة صنعاء. وفي مراسم التشييع التي تقدمها نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون العمليات اللواء الركن علي محمد صلاح استنكر المشيعون الأعمال الإجرامية التي تقوم بها العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، مطالبين الأجهزة الأمنية في ملاحقة هذه العصابات وتسليمهم للعدالة. وكانت أيادي الغدر استهدفت الشهيد فيما كان يؤدي واجبه الوطني في التصدي لعناصر الإرهاب والتخريب في محافظة مأرب. عقدت قبائل مديريات رداع صلحا لمدة عامين حول قضايا الثار استجابة لدعوة المحافظ الظاهري أحمد الشدادي لإحلال السلام في رداع، كما تم تشكيل لجنة من مدراء مديريات رداع السبع ومشايخ الضمان في المنطقة لمتابعة تنفيذ الصلح برئاسة وكيل المحافظ لشؤون رداع سنان مقبل جرعون، كما تم التوقيع على وثيقة شرف تمنع وتحرم التقطع في مديريات رداع السبع. وأجمع رأينا على التالي: أولا إعلان الصلح العام في جميع قضايا الثأر فيما بين أبناء المديريات السبع أفرادا وعشائر وقبائل، سواء ما كان منها داخل كل قرية وما كان بين القرى أو العشائر في كل مديرية أو فيما بين القبائل في المديريات السبع المذكورة آنفا. التقى مدير وعام أمن وادي حضرموت والصحراء العميد حسين هاشم الحامدي بأبناء تحالف حضرموت، وجرى في اللقاء مناقشة الأوضاع والاختلالات الأمنية التي تشهدها مديرية القطن. مدير أمن الوادي أوضح أنه استلم إدارة الأمن وهي تعاني من ترسبات الفترة السابقة، والاختلالات والانفلات الحالي نتاج لتلك الترسبات، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على إعادة بناء الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وحماية الأمن العام. ألقى أمن مدينة القاعدة القبض على أخطر زعماء عصابات النصب ويدعى منصور قائد الحبيشي الملقب بالباروت أثناء محاولته النصب على أحد المواطنين أمام مصرف الكريمي بالشارع العام. وبحسب التحقيقات الأولية فإن المذكور متورط بالكثير من جرائم النصب خصوصا في مجال بيع الساعات المقلدة بمبالغ مالية كبيرة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده لمتابعة ما تبقى من أخبار.
أهلا بكم من جديد. شهدت محافظة المهرة فعاليات مهرجان اليوبيل الذهبي لثورة سبتمبر والذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بروائح البخور واللبان المهري والأهازيج والرقصات التراثية الشعبية والأغاني الوطنية، احتفل أبناء محافظة المهرة يومنا هذا الأربعاء بذكرى اليوبيل الذهبي لثورة 26 من سبتمبر وذكرى 14 من أكتوبر. وقد ألقى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة كلمة بهذه المناسبة. الأخوة والأخوات، عدد من طلاب مدارس التعليم الأساسي بمديرية الغيضة عدد من الرقصات الشعبية والتراثية التي جسدت التراث المهري من رقصات شعبية وأغاني معبرة، كما تغنى فنانو المحافظة بهذه المناسبة بعدد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور داخل القاعة. وبهذه المناسبة عبر عدد من المشاركين والحاضرين لهذا الحفل عن هذه المناسبة العظيمة قائلين: يحتفل شعبنا اليوم بأعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، يأتي هذا الاحتفال في ظل واقع سياسي جديد فرضته الثورة الشعبية السلمية، هذه الثورة التي هي امتداد اليوم لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وفي هذا الواقع الجديد نقول أنه قد أفرز معطيات جديدة، يجب على الجميع أن يتعاطى مع هذه المعطيات بكل إيجابية، وأن تتغير العقليات التي ما زالت تحن للماضي ولبقايا النظام السابق. ومن خلالكم ومن هنا ومن محافظة المهرة أتوجه أولا بالشكر الجزيل لجميع أبناء الشعب اليمني، وأتمنى لهم أن تعود هذه أن تعود عليهم الأعياد هذه وهم في خير واستقرار وأمان. وأتمنى من جميع أبناء الجمهورية اليمنية أن يحذوا حظ هذه المحافظة المسالمة الآمنة التي حافظت على أمنها واستقرارها في مختلف الظروف وبما مر به شعبنا من أزمة سياسية طاحنة كادت أن تودي بالبلد إلى دون حرب أهلية. لذلك فإنني أنقل تحياتي من محافظة المهرة لجميع أبناء الشعب اليمني، وأتمنى أن يحذوا حظ هذه المحافظة. وأود أن أشكر أبناء هذه المحافظة المسالمين، كما أتقدم بالشكر أيضا للمشايخ والأعيان وجميع أبناء هذه المحافظة على تعاونهم التعاون المستمر خلال الأزمة التي مرت بها الوطن. إنها أعياد الثورة اليمنية المباركة 26 من سبتمبر وذكرى اليوبيل الذهبي، تحتفل كل اليمن بهذه المناسبة، ومنها محافظة المهرة البوابة الشرقية لليمن السعيد. محمد سعيد كلشات لقناة سهيل الفضائية، المهرة. تظاهر عدد من موظفي جامعة صنعاء اليوم أمام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بسرعة تنفيذ القرار الجمهوري الخاص باعتماد مشروع لائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومية، كما طالب المحتجون بتثبيت المتعاقدين وصرف المستحقات المتأخرة وتعديل قانون التعليم العالي لإنصاف موظفي الجامعة. بعد أن تم توقيع اللائحة من قبل فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، ولكن تم عرقلتها من القائمين في داخل الوزارة. 8 أشهر لم تتزحزح اللائحة من أدراج وزارة التعليم العالي. خرجنا اليوم من أجل مطالبين بإقرار لائحة الحقوق والواجبات التي هي حبيسة الأدراج عند الأخ علي قاسم وكيل وزارة التعليم العالي، بالإضافة أن لدينا جملة من المطالب أيضا من ضمنها تثبيت المتعاقدين.
لليوم السابع على التوالي يواصل موظفون منطقة الكهرباء بمحافظة حجة اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المجمع الحكومي، مطالبين بإقالة مدير المنطقة محمد عبد القدوس المحبشي، مناشدين وزير الكهرباء ومحافظ المحافظة سرعة تلبية مطالبهم المشروعة. هنا أمام مبنى المجمع الحكومي نصبوا خيمتهم وبجوارها رفعوا لافتتهم، وما بينهما هتافات وشعارات جسدت مطالبهم وكشفت معاناتهم. لا كهرباء ولا شيء، ما نسلك المحبشي. 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 إنهم موظفو منطقة الكهرباء بمحافظة حجة، فمنذ أكثر من أسبوع وهؤلاء الموظفين ما زالوا يواصلون اعتصامهم المفتوح ضد مدير منطقة الكهرباء محمد المحبشي، مطالبين برحيله على خلفية تهم فساد نسبوها إليه، وقالوا بأنها رافقته منذ توليه إدارة المنطقة وعكست واقعها السلبي على حقوقهم وأدائهم في العمل. اشتريت مخرزة من عندي وما ناشف من عندي أطعش حتى وجه اشتري لما ناشف بسبب الناس تتحقق الكهرباء. لا هم رملئ قرش معها تطع كم راتب؟ دعموها كم راتب؟ معاناة ومآس وهموم يتكبدها موظفو الكهرباء في المحافظة جراء تعسفات مدير المنطقة حسب تصريحاتهم، خاصة مع أولئك الموظفين المعاقين الذين كتب لهم قضاء بقية أعمارهم في المنازل بعد أن نالت منهم حوادث الكهرباء وبترت أطرافهم عندما كانوا يؤدون واجبهم، وبدلا من أن يكافأوا إذا بهم يعاقبوا بالحرمان. لا الحين عشتي أضرأ معي معاملة جالسة على ما هي. خد معي غذاء وتناوب وأضافي بعده. كانت تيلي أي مدري يجي من صنعاء تيلي شهري في رمضان. ما سابق التو. في رمضان تيلي تغذية ب30,000. هذا جيت له عندك قدمت له ورقة قدموا له مشانة قدموا له المدير الإداري. قال هذا ما بلا من صنعاء. أسبوع مضى من اعتصام هؤلاء الموظفين دون أي تفاعل للسلطة المحلية أو تجاوب الجهات المعنية في المحافظة، مضطرهم لإطلاق مناشدات واسعة عبر قناة سهيل الفضائية إلى كافة الجهات المعنية محلية ومركزية للتدخل العاجل لتلبية مطلبهم وتحقيق أهداف اعتصامهم السلمي، متعهدين بمواصلة التصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم. وزير الكهرباء والاخ محافظ المحافظه بقاءه هذا المدير الفاسد الذي لم يعد صالحا للعمل، الذي هو متفرغ للمقاولات فقط، لا مستحقات موظفين، لا دواء، لا اداره، كل هذا هو فاسد. عبد الحميد الاشول لقناه سهيل الفضائيه محافظه حجه. تظاهر المئات من مستحقي ضمان الاجتماعي بمحافظة الضالع أمام صندوق الرعاية الاجتماعية للمطالبة بإعادة أسمائهم التي سقطت من كشوفات الضمان، متهمين مندوبي الشيكات ممن يتبعون صندوق الرعاية بالمماطلة والتعسف واستقطاع الشيكات. ويشكو المستفيدون من حالات الضمان الاجتماعي في مديرية محافظة الضالع لهذا العام ما وصفوه بتعسف مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة وقيامه باحتجاز الشيكات بحجج مختلفة، منها عدم استكمال إجراءات الصور لهذه الحالات وضرورة تصويرها وصرفها في مقر الصندوق بالضالع في تعسف واضح وتعجيز للناس وخصوصا النساء وكبار السن والمعاقين. ما توشيلي ليش؟ وانا مسجله كم قال لي مسجله سجلوني ومعي ايتان سمعت ايوه وانا جيت وما توشيلي دولي ورقه لان ما اسسها دولي كيسبر وشل الورقه علي صاحب المؤسسه وهي من انا من المكتب ولي جنبي قبضوا معاشات وانا بين عمياء تحت ما حد بالي. اولا احتجز ما يقارب يعني 123 مليون بالمحافظه على اساس انهم يصيروا يصوروا عنده مبنى المحافظة بغير آبه بالعجزة والمسنين فالمديريات والمعاقين والذي لا يستطيع والنساء والأرامل، يعني هو يعني يريد أن يصلوا إلى عنده، لا نعلم ما هو السبب ورفعنا هذا